كيف تنظر المقاومة الإسلامية حماس إلى مجريات الأحداث والتطورات على الساحة؟ للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس محمد نزال. أهلا بك سيد محمد معنا في هذه التغطية. بداية، كيف تنظر حركة المقاومة الإسلامية حماس إلى الوضع بعد اغتيال الشهيد صالح العاروري؟ يعني بالتأكيد أن هذه العملية الإرهابية الإجرامية التي تمت في بيروت إنما تأتي في سياق الأزمة والورطة التي يعيشها العدو الصهيوني. العدو يواجه مأزقا كبيرا في قطاع غزة بعد مرور 3 شهور كاملة على هذا العدوان الغاشم. لم يستطع الاحتلال أن يحقق أي هدف من الأهداف التي أعلن عنها، وبالتالي هو يحاول أن يبحث عن مخرج لهذه الأزمة بتصدير المعركة والصراع إلى خارج قطاع غزة. ولعل الذهاب إلى لبنان وبيروت تحديدا هو محاولة لفتح الصراع مع الجبهة الشمالية وتوسيع دائرة الصراع للخروج من أزمة قطاع غزة. فجاءت عملية الاغتيال هذه لتقع في الضاحية الجنوبية في بيروت متجاوزا قواعد الاشتباك التي كانت موجودة منذ عام 2006 بينه وبين حزب الله، وقام بقصف المكان الذي كان يوجد فيه الأخ صالح العاروري ومجموعة من القيادات والكوادر. وبالتالي العدو بكل تركيز واستخلاص يريد توسيع دائرة الصراع، تصدير أزمته إلى الخارج، وبالتالي العملية تقع في هذا السياق. نعم، كنتم قد قلتم وصرحتم بأن قادة المقاومة هم بنك أهداف للاحتلال الإسرائيلي وللجيش الإسرائيلي، ولكن ما هي الخطط وما هي الإجراءات التي قمتم باتخاذها لحماية قادة حركة المقاومة الإسلامية حماس؟ يعني قيادات حماس مستهدفة في الداخل والخارج. بالتأكيد أنه في الداخل، ولأننا نقف على أرضنا ويستطيع الإخوة هناك في قطاع غزة على وجه التحديد أن يقومون بكل الإجراءات اللازمة، الأمر يكون أيسر مما عندما تكون في أرض غير أرضك والإمكانيات ليست تلك الإمكانيات الموجودة في قطاع غزة. ولكن هذا لا يعني الاستسلام لهذا الأمر. نحن في صراع مفتوح، سيدفع الاحتلال ثمنا باهظا لما يفعله سواء في قطاع غزة أو خارج قطاع غزة. وأظن أن الرأي العام أدرك أن حماس عندما تقول تفعل، وهي عندما باغتت العدو في 27 أول أكتوبر قدمت نموذجا على أنها قادرة على ردع العدو، قادرة على قهره، وهو يملك الجيش الذي كانوا يتغنون بأنه جيش لا يقهر. فإذا بحركة حماس والمقاومة الفلسطينية عموما تقهر في 27 أول أكتوبر، واليوم بعد 90 يوما من العدوان الغاشم المتواصل والمستمر ومع استخدام كل الإمكانيات العسكرية والتكنولوجية والأمنية والاستخبارية، لم يستطع الاحتلال أن يحقق الأهداف التي أعلن عنها. هل عملية اغتيال صالح العاروري في قلب العاصمة اللبنانية بيروت يعتبر خرقا أمنيا للمقاومة الإسلامية حماس؟ هل تعدونه خرقا أمنيا؟ بالتأكيد حركة حماس تحاول دائما استخلاص العبر. هناك استقصاء وتحقيق وتحليل للثغرات التي أدت إلى اغتيال هؤلاء القادة،
لكن ما ينبغي أن يدرك من الرأي العام عموما والرأي العام الفلسطيني خصوصا أننا في معركة مفتوحة، وأنهم يقتلوننا ونقتلهم، ويعملون على تصفيتنا ونعمل على تصفيتهم. هذا صراع سجال مستمر لا يتوقف عند مكان. كان الصراع في قطاع غزة، وقرر العدو أن ينقله إلى خارج قطاع غزة، وعليه أن يتحمل جميع التبعات التي تترتب على ذلك. نعم، قبل هذه العملية، عملية استهداف صالح العروري، كان هناك مفاوضات، وكان هناك مقترح مصري، مقترح قطري من أجل هدنة لربما لوقف كامل للحرب على قطاع غزة. وأبدت المقاومة الفلسطينية حماس ارتياحها للورقة المصرية مع التعديل على بعض يعني الشروط وبعض البنود لهذه الورقة. وما أن يعني جرت هذه العملية، عملية الاغتيال للعروري، صرحت المقاومة بأنها أوقفت جميع هذه المفاوضات. هل قبل هذه العملية كان هناك لربما اتفاق قريب لوقف كامل لوقف إطلاق النار، أم أن المباحثات كانت ستأخذ وقتا أكثر مما كان من المتوقع أن يكون عليه؟ يعني كنا قد بدأنا بمفاوضات غير مباشرة مع العدو الصهيوني عبر الوسيطين المصري والقطري، وكان هناك مبادرة مصرية وعرض إسرائيلي تم تبريره عبر المسؤولين القطريين، وتم التعامل مع العرضين بأن قدمت حركة حماس ورقة متكاملة عن رؤيتها لوقف العدوان ورؤيتها للتعامل مع المرحلة الحالية والمقبلة. ولكن ونحن بين الأخذ والرد جاءت هذه العملية الإجرامية الإرهابية التي بالتأكيد دفعتنا لوقف مؤقت لعملية التفاوض، ريثما تنضج الظروف لاستئنافها. لكن ما ينبغي أن يكون واضحا أن ما جرى في بيروت وما يجري الآن في قطاع غزة لن يدفع حماس للاستسلام، ولن يدفع حماس لتقديم تنازلات. هناك رؤية أبلغتها حماس إلى جميع الأطراف أنه لا بد من وقف العدوان على الشعب الفلسطيني والدخول في عملية تفاوضية تفضي إلى نتائج إيجابية بالنسبة للمقاومة الفلسطينية وبالنسبة للشعب الفلسطيني، وهذا متروك للعملية التفاوضية. ولكن إذا كان العدو يظن أنه يريد أن يضغط علينا بالنار والتهديد والضغط والاغتيالات لتحسين موقعه التفاوضي، هو نعم. مخطئ. سؤالي لك هنا سيد محمد، هل شروطكم كمقاومة كحماس ما قبل اغتيال العروري هي ذات الشروط ما بعد اغتيال العروري؟ بالتأكيد نحن لا نصيغ رؤية بناء على متغيرات ولا بناء على حادثة هنا وهناك. نحن في صراع متوقع أن يحدث من العدو ما يحدث، ونحن في ذات الوقت لم يعني نضع السلاح جانبا، أيدينا لا تزال تحمل السلاح، يعني والزناد موجود في أي وقت وجاهز للمواجهة. نحن في معركة مفتوحة، علينا أن ندرك أن مقتضيات هذه المعركة هو العمليات المتبادلة بيننا وبينهم، القتل المتبادل بيننا وبينهم. الفارق أننا نقاتل عسكريين ونحترم شرف ومروءة القتال والصراع، ولكنهم لا يحترمون شرف ومروءة الصراع، فيقتلون المدنيين ويدمرون الحجر والشجر، ولا يميزون بين طفل رضيع أو طفل صغير أو امرأة
أو شيخ كبير هم أعلنوا حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني، أعلنوا عملية استئصال على الشعب الفلسطيني غير مميزين بين عسكري ومدني. هذا هو الفارق الجوهري الذي هو فارق أخلاقي وخيمي قبل أن يكون فارقا سياسيا أو يعني يأتي في سياق المناورات أو الخداع. نعم، البعض يقول سيد محمد بأن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة تركت لوحدها تواجه قدرها في هذا القطاع، على الرغم من أن هناك أكثر من جبهة فتحت على إسرائيل، إلا أن المقاومة هي فعليا لوحدها في الميدان ولا يوجد من يساندها بالمعنى الحقيقي للمساندة. هل تعتقد من المؤسف أن هذا الاستخلاص صحيح؟ المقاومة لمصلحة من ولكن؟ وحدها في قطاع غزة إيش؟ لمصلحة من ترك المقاومة لوحدها؟ السؤال عادي. نعم، مرة أخرى، لمصلحة من أن تترك المقاومة لوحدها في الميدان؟ يعني هذه المواقف التي تركت المقاومة وحدها تتوزع بين متواطئ على المقاومة أو ضد المقاومة، وبين متخاذل، وبين عاجز. يعني ليس الجميع بنفس الدرجة وليس بنفس النوايا أو الدوافع، ولكن المقاومة قررت أن تواصل القتال وتواصل المعركة، فإذا التحق أحد بهذه المعركة وساند الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية فأهلا وسهلا به ونحن نرحب به والأبواب مفتوحة. أما من أراد أن يعزل نفسه عن هذه المعركة وأن يجلس على مقاعد المتفرجين فهذا شأنه، وأما من يكون في خانة المتواطئين فهذا تبا له. وستثبت المقاومة أنها يعني الرقم الصعب الذي لا يستطيع أحد أن يزيله أو أن يوقفه عند حده، وأظن أن الانتصارات الآن في الميدان هي الشاهد على ذلك. اليوم يديعوت أحرنوت تتحدث عن رقم قياسي بالنسبة للمعاقين في جيش الاحتلال. هذه ليست روايتنا، هذه رواية الاحتلال. وبالتالي الاحتلال يتكبد خسائر باهظة ومؤلمة في الأرواح والمعدات، وهذا هو الثمن الذي عليه أن يدفعه نتيجة عدوانه على الشعب الفلسطيني. نعم، سيد محمد، بلينكن في المنطقة من المقرر أن يلتقي بنيامين نتنياهو، وأيضا لديه اجتماع مغلق مع مجلس الحرب الإسرائيلي. ما الذي يحمله بلينكن في جعبته هذه المرة؟ هل يحمل تصعيدا أكثر أم أنه لربما في جعبته إملاء أمريكيا على إسرائيل لتوقف حربها على غزة؟ يعني بلينكن يأتي إلى المنطقة بمعدل مرة واحدة كل أسبوعين، وهو ينضم إلى مجلس الحرب وكأنه عضو من أعضائه. هذا ليس وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، إنه إضافة إلى هذا المنصب هو وزير الحقيقي للخارجية الإسرائيلية. هو قال في أول زيارة له أنه لم يأتي إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة كوزير للخارجية الأمريكي فحسب، بل جاء كيهودي عانت عائلته أو أسرته من الاضطهاد ومن الهولوكوست. لهذا نحن لسنا إزاء وزير خارجية محترم لأكبر دولة في العالم الآن، إنما وزير خارجية هو شأنه شأن المجرمين في حكومة الكيان نتنياهو وسموتريتش وإيتمار بن غفير وجالانت، هو شأنه شأن هؤلاء المجرمين. ولهذا نحن بالنسبة لنا لا نعلي اهتماما لزيارته، لأن هذه الزيارات هي استكمال لعملية التواطؤ والتآمر على القضية الفلسطينية وعلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. بلينكن هو جزء من آلة الحرب الغاشمة التي تستهدف الشعب الفلسطيني. لهذا
نحن نقول له لا مرحبا لك في ديارنا، فأنت تساند قاتلي الأطفال وقاتلي النساء، أنت تساند أكبر قوة تنتهي حقوق الإنسان وقوانين والقوانين الدولية والقواعد القيمية والأخلاقية والإنسانية. نعم، وزير الدفاع الإسرائيلي سيد محمد كان له تصريحات وقال أنه بعد الحرب لن تسيطر حماس على قطاع غزة، وأيضا أكد بأن إسرائيل لديها القدرة على التصرف بحرية في عملياتها ما بعد انتهاء الحرب على قطاع غزة. كيف تردون على ذلك التصريح؟ يعني أعتقد أن الأيام المقبلة هي التي ستثبت من هو الصادق ومن هو الكاذب، من سيبقى ثابتا صامدا يقود النضال الفلسطيني، ومن سيتجرع مرارة الهزيمة. أقول بكل ثقة واطمئنان، ثقة بالله أولا وبتأييده وعونه ونصره، ثم ثقة بالمقاتلين الأشاوس الأبطال من كتائب القسام وبقية فصائل المقاومة. أقول إن نتيجة المعركة بإذن الله ستكون النصر المبين للمقاومة الفلسطينية والخسران لهذا العدو الصهيوني الغاشم الذي أراق دم الأطفال والنساء ودمر كل المواقع المدنية في فلسطين من مساجد ومدارس ومستشفيات ومراكز صحية وأبراج سكنية، دمر كل شيء، ولكن هذا الدمار سيكون وبالا عليه إن شاء الله. نحن لا نقول هذا يعني في سياق الشعارات، ولكن الميدان يثبت أن ما يقال الآن نجد مفاعيله على الأرض وتطبيقاته. نعم، أيضا هناك اجتماع مرتقب للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء المقبل، وهذه الجلسة هي بشأن فلسطين وأيضا الحرب الدائرة في قطاع غزة. هل تنتظرون أي تطور؟ هل يعني تأملون من هذه الجلسة أن لربما تأتي بجديد يخدم نحن بصراحة يخدم القطاع ويسهم لربما في وقف هذه الحرب؟ نحن بصراحة لا نتوقع شيئا. الأمم المتحدة عاجزة، الأمم المتحدة لا تستطيع أن تفعل شيئا. بعد 3 شهور لم تستطيع الأمم المتحدة أن تفعل لهذا الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الرازح تحت الاحتلال الواقع تحت العدوان الغاشم، لم تستطيع أن توقف آلة التدمير والإجرام والوحشية. الأمم المتحدة لم تستطع أن توافق على هدنة إنسانية، وليس هدنة طويلة الأمد. وبالتالي بكل صراحة، وليس من موقع التحامل وإنما من موقع الواقعية والإدراك للتجربة، الأمم المتحدة هي رهينة للقوى الإمبريالية وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية. نعم، نستغل تواجدك معنا سيد محمد ونطرح السؤال الذي يتم تداوله في السابق. صرحت حركة فتح لرؤية على أنها لا تمانع من المصالحة مع شقيقتها حماس، ما موقفكم إزاء ذلك؟ نحن لم نكن يوما من الأيام ضد المصالحة وضد فتح الأبواب. نحن في الإطار الفلسطيني حريصون على الوحدة الوطنية، حريصون على المصالحة، ولكننا نريد صلاح مصالحة حقيقية وجادة وليست تكتيكية. نريد مصالحة في إطار منهج واضح في التعامل مع الاحتلال. نريد مصالحة تقوم على أسس وطنية وحدوية يجمع عليها الشعب الفلسطيني. أما مصالحة من أجل انزلاق حماس نحو الاعتراف بالكيان الصهيوني ونحو القبول بالتنسيق الأمني بين الأجهزة الأمنية الصهيونية
والأجهزة الأمنية الفلسطينية هذه مصالحة لن يكتب أهل النجاح. إذا أرادت حركة فتح مصالحة حقيقية تفضي إلى نتائج عملية وحقيقية وإيجابية، عليها أن تغير المنهج السياسي السائد منذ أوسلو 1993، عليها أن نصل معها إلى نقاط توافق في مواجهة الاحتلال. أما إذا أردنا أن نعيد الكرة مرة أخرى ونعيد تجريب المجرب، أعتقد أن هذا غير ممكن. نحن ما بعد 27 أول أكتوبر غير ما قبل 27 أول أكتوبر. نعم، أيضا في سياق الحديث عن مستقبل حماس ومنظمة التحرير الفلسطينية، هل سنرى قريبا انضمام لحماس لهذه المنظمة بمنظمة التحرير الفلسطينية، أم أن الوقت مبكر للحديث عن ذلك؟ وإن كان هناك موافقة، ما هي الشروط من قبلكم؟ الأبواب موصدة أمامنا لدخول منظمة التحرير الفلسطينية، لأن محمود عباس اشترط أن نقبل بشروط الرباعية اللي منها الاعتراف بالكيان الصهيوني حتى ندخل منظمة التحرير. فالذي يشترط علينا دخول منظمة التحرير هو محمود عباس، ونحن لا نشترط شيئا لدخول منظمة التحرير سوى أن تفتح الأبواب وأن تكون هناك مؤسسات حقيقية ديمقراطية وأن نحتكم إلى صناديق الاقتراع، وبعد ذلك الشعب الفلسطيني يختار من يريد، والأغلبية هي التي تحدد مسار الشعب الفلسطيني. هذا الذي نقوله، ولكن هذا ليس مقبولا عند محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية. نعم، أشكرك جزيل الشكر عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس محمد نزال، شكرا على تلبية دعوة الحوار، وشكرا على كل هذه الإيضاحات، شكرا جزيلا.